انا عايز بس ما التزمش بالدقيقه لمده نص دقيقه. انا بتكلم دلوقتي في دستور، ما بتكلمش في لائحه ولا بتكلم في قانون، فلو تسمحوا لي ان انا لو زودت ثانيتين ثلاثه تحتملوني. ممكن؟ ممكن يا سياده الرئيس؟ اما عن لا بد ان اسجل في مضابط هذه الجلسه ان شباب هذه الامه هم اصحاب المصلحه الحقيقيه في المستقبل، وهم اللي عملوا الثورتين وكلنا كنا وراهم، هم اصحاب المبادره. الشباب لازم ياخدوا فرصه هنا اكتر من اي حد، لان هم اصحاب المصلحه، والشباب هنا لازم لو سمحتوا هذا رايي. اعترضوا لو سمحتوا، لو سمحتوا انا بقول رايي رد عليه. لو سمحتوا، لو سمحتوا خلي عندكم ديمقراطيه. لو سمحت يا ريس، انا عايز امكن من ان اقول رايي. انا لازم هذه الطريقه في اخلاص الاعضاء. لا انا معترض، دي طريقه في اخلاص الاصوات. حضرتك خد الكلمه واتكلم. الساده النواب اتفضل. سياده النائب اكمل. ليه الحق ان اقول ما اشاء وليك الحق ان تقول ما اشاء؟ اتفضل سياده النائب، وجه الكلام للمنصه. اتفضل. طب لو اسمح لي بحقي ان انا اتكلم دون مقاطعه. اتفضل على الساده النواب ان يتركوا سياده النائب. انا اقول كلامي ويتسجل في المنصه سياده النائب، واي عضو يعترض براحته، لكن لا يخرسني احد، لا يخرسني احد. اتفضل سياده النائب كمل. انا بقول ان تم تعسف في استخدام سلطة رئيس المجلس في إخراج نواب شباب يجب احتوائهم، ويجب فهمهم، ويجب ان احنا ننظر لهم بعين الاعتبار. لو سمحت هي دي الديمقراطية. اتفضل سيادة النائب. خلاص الكلام انتهى. لا خلاص اثبت طبعا لك الحق واثبت هذا في مضابط. حاضر. انا تركتك سياده النائب تتكلم واكملت كلامك في نقطتين. اترك لي الرد بعد اذن حضرتك. اتفضل. حاضر. اتفضل. لا عايزين يا فندم، عايزين نرسي تقاليد. الأغلبية لو الموجودة معترضة على عضو واحد ما تسكتوش. أمال بنتكلم على ديمقراطية ليه؟ نقول رأيي وسعادتك قوم اعترض وخلي القاعة كلها تسعف لك. بس خلينا نقول إيه؟ اعترض براحتك من خلال الكلمة، لكن أنا لازم أقول كلامي.